تبدو سعيدا يا ولدي. أنت ابني وسوف نعيش معا مرة أخرى. كادت حياتنا مع السيدة فريدة تصبح طبيعية لو لم يأتي والده ويأخذه معه. ارجع إلى هنا، ارجع، إنك لا تقدر على الهرب مني. تعال إلى هنا، تستطيع الهرب. أتركني، تعال. هيا. أنا الهرب. اصعد إلى القارب. هيا. قد ذهبوا دون أن يرونا. هاني، تستطيع الخروج الآن. لم يعثروا علينا يا بني، لم يستطيعوا أن يرونا. خذ هذا المجداف، هيا. الآن على بعد 3 كيلومترات من البلدة، وهما يسيران في الجانب الآخر من النهر. انزل من القارب. هيا هيا، تحرك، اتبعني. أسرع في مشيتك، هيا. هناك شخص قادم، ابتعد عن طريقه. أرى حيوانا بريا بهذا الحجم. أتمنى لو كان معي بندقية. هيا بنا بسرعة، هيا. ما بالك يا بني؟ هيا. قد وصلنا. ابتعدي عن أرضي. إياك أن تعودي إلى هنا، إياك أن تعيديها مرة ثانية. هذا هو بيتنا يا ولدي. لنا؟ نعم، لا أحد يسكن فيه، فهو لنا. هل فهمت؟ هذا هو بيتنا، بيتنا الصغير. هل رأيت أي شخص يحضر هنا يا لولو؟ شاطر،
لقد جئتك بهدية. هل هذا السنجاب لك يا والدي؟ لقد أعطيته بعض الخبز منذ مدة، ومنذ ذلك الحين وهو يأتي إلى هنا، وقد بدأت أناديه باسم لولو. لولو؟ اسم لطيف. إنه يحبني أكثر من ابني على الأقل. طرش لولو، فهو لم يكن يتوقع أن يكون والده لطيفا وعطوفا على الحيوانات البرية. إنه كان في الواقع رجلا مختلفا كليا عما هو عليه الآن. هاني لا يزال يذكر والده طيب القلب، ما كان ليؤذي أحدا، ولكن الأمور بدأت تتغير عندما سات أعماله وخسر كل شيء. هاني، ماذا تفعل هناك؟ لا يجب أن تبقى هناك. تعال هنا، هذا بيتك. ها؟ أشعر بخير يا بني، لقد كنت أذكى منهم، أذكى من العجوز فريدة ومن العمدة. يستحقون ذلك، يستحقون. لابد لنا أن نكون مررنا بهم، ولكننا لم نرى أي شخص قادم مع النهر. هل تعتقد أن قاربهم غرق أو حصل لهم شيء؟ أبطل، لا أحد يريدهم على أي حال، لا أحد. وجدان، عيب عليك هذا الكلام، كلنا نحب هاني، نريده أن يعود. لم تكن فكرتي أن نربي ذلك الولد، كنت أعرف أنه سيكون مضيعة للوقت، أن نحاول أن نجعله ولداً محترماً. إنه طفل كبقية أطفال العالم يا وجدان. هذا صحيح، إن هاني طيب، أليس صحيحاً يا أبي؟ صحيح. قل لي يا رامي، هل رأيت هاني وأباء يسيران في قارب في النهر؟ نعم يا سيدي العمدة، لقد شاهدناهم جميعاً. انظروا، الناس الذين خرجوا للبحث عنهم عائدون. حسناً، هل وجدتموهما؟ هل وجدتم هاني؟ آسف، لم يسعفنا الحظ، فتشنا المنطقة لكننا لم نحصر عليهم. ستكون في وضع أفضل إذا كانوا لا يعتنون بك. هاني، لقد استغرقت ساعات لتملأ سطلا من الماء. أنا قادم. سأذهب لاصطياد أرنب. انتظرني، سأتي معك. لا، ستظل هنا ولا تفكر بالهرب، إنك لن تهرب مني. ها، هيا. ابقى في الداخل، إنك لن تعود إلى العجوز فريدة أو إلى أي شخص آخر. هل سمعت؟ ستبقى هنا. أبي أرجوك. لن يأخذه أحد مني إلا إذا دفعوا الثمن المناسب، عندها سأفكر في الأمر مليا. سأفكر. Thank you.
خلاص لي. لولو كيف دخلت إلى هنا؟ الشق صغير جدا. ترى ماذا يفعل أصحابي في القرية؟ ماذا يفعل؟ رجعت يا بني. ماذا تنظر إلي بهذه النظرة؟ ألا زلت تريد الذهاب للقرية؟ سأبقى يا أبي أرجوك، سأبقى معك لن أهرب. يا لك من ولد شقي، اخرج. أين أنت؟ تفكر بالقرية؟ الحياة هناك. قلت لك لن تذهب، لن تذهب أبدا، لن تذهب إلى القرية. أرجوك يا أبي، أنت تظلمني، أنت دائما عصبي المزاج، ولهذا السبب لا يحبك الناس. أرجوك يا أبي. أبي اخرس. والد هاني يبيع الحيوانات البرية التي يصطادها وينفق جميع نقوده على نفسه. يعاملوني وكأنني من النفايات. ترى من يظنون أنفسهم سوف يندمون على ذلك. أبي، هاني في الكوخ. هاني، انزل إلى النهر وانظر إذا صادت السنارة أي سمكة. حاضر. والآن كيف تشعر؟ أنت تحب الحياة هنا، أليس كذلك؟ طبعا يا أبي. كبيرة.
في الكوخ والتزم الهدوء. هيا يا هاني. ادخل في الكوخ والتزم الهدوء كما أخبرتك، مفهوم؟ ولا تحدث أي ضجة. وقفوا مكانكم. ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ نحن نفتش عن هاني. تفتشون عن هاني؟ أمر مضحك. إنه ابني، ولدي، وليس ابنك. استخدم عقلك يا صابر. السيدة فريدة تريده ثانية. تريده ثانية؟ كيف تتحدث وكان للصة وما شابه ذلك؟ اخرج يا هاني، تعال جل لنأخذك. أصدقاؤك جميعا ينتظرونك، رانيا، رامي، سامي، كلهم. كف عن هذا، ليس لك حق في المجيء إلى هنا. اسمع يا صابر، إن ابنك يحتاج إلى حياة شريفة وتعليم مناسب، ونحن نحاول أن نوفر له كل ذلك. معه حق. هل تريده أن ينتهي نهاية سيئة مثلك يا صابر؟ اسمع من يتحدث. أنت يا أخي كيف تتحدث هكذا؟ صحيح أنك كنت محظوظا أكثر مني، ولكن هذا لا يعطيك الحق إطلاقا أن تتحدث عني بهذه الطريقة. إن هاني هو ابني ولن يلمسه أحد. إنك لا تستطيع إبقاءها هنا في مكان كهذا. ما العيب في هذا المكان؟ هاني يحب المكان، إنه يفضله على بيتك أنت. هل فهمت هذا الكلام؟ هاني جاوبني أرجوك. لا أحد سيجيبك، ليس لكم أي عمل هنا. والآن انصرفوا، صرفوا، اذهبوا إلى بيوتكم. هيا. سنقدم لك عرضا، هل تتركه لنا إذا أعطيناك نقودا؟ نقود؟ كم؟ أنا أعرف 5 دنانير، 10. ستجد 50 دينارا هنا. 50 دينارا؟ يا سلام. لا 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 أتركه بقل من 500. لا لا يمكن. 500؟ لا يمكن. 500؟ أنت مجنون. سيدة فريدة، لابد أن لديك 500 دينار. إذا لم تحضريه انصرفي حالا. هيا انصرفوا جميعا. انصرفوا من هنا. خمسون. أنا أعرف كيف أتعامل. أنا متأكد أنني سأحصل على 500 أخرى، وربما 600. مرت أيام أخرى وهاني لا يزال محبوسا في الكوخ. إنني مشتاق لأصدقائي. المكان هنا لا بأس به، ولكنني لا أستطيع أن أتحمل الحياة وحدي طوال الوقت. يجب أن أفعل شيئا. في كثير من الأحيان كان والد هاني يغيب عن الكوخ أياما وأيام. لقد زهقت، أتمنى لو أخرج من هنا. مرحبا يا لولو، أنت محظوظ، فأنت طليق. أنت محظوظ يا لولو. هذا منشار، لقد وجدت منشارا. بهذا المنشار أستطيع أن أخرج من هنا. أستطيع أن أذهب إلى القرية، إلى الغابة، أو إلى أي مكان أريده. سأذهب. هاني من هنا في العمل لا يستطيع سماع أي شيء.